مساء الخير، أنا جمال المعيقل، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من تمرين درع الجزيرة المشترك العاشر في مرحلته الرابعة، إذ اعتمد على التدريبات الميدانية بالذخيرة الحية، والذي يشارك فيه القوات المسلحة الخليجية المشتركة من قوات برية وبحرية وجوية وقوات للدفاع الجوي، بالإضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية. محمد المحي والتفاصيل. ولعلي هنا أستذكر مقولة الأمير سعود الفيصل رحمه الله: نحن لسنا دعاة حرب، ولكن إن قرعت الحرب طبولها فنحن لها. عمليات عسكرية بالذخيرة الحية سيشهدها اليوم الأخير من تمرين درع الجزيرة المشترك العاشر بمشاركة القوات المسلحة السعودية والقوات الخليجية، بالإضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية. هذا التمرين يعتبر أكبر تجمع عسكري خليجي من التمارين تشرف عليها الأمان العام للتعاون، وبالتنفيذ من القوات المسلحة السعودية وبإشراف من هيئة التعليم وتدريب القوات المسلحة السعودية. التمرين الميداني بالذخيرة الحية نفذت فيه العديد من العمليات العسكرية، سواء كان عمليات حرب نظامية متمثلة بالدفاع الساحلي، أو عمليات حرب غير نظامية متمثلة في التعامل مع القرى والبورة الإرهابية داخل هذه القرى وتطهيرها والسيطرة عليهم. هذا التمرين استهدف إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية واستخدام أحدث تقنيات التسليح والنظم العسكرية العالمية للدول الخليجية المشاركة. هذا التمرين يعتبر من أهم التمارين على مستوى المنطقة، أهدافه العامة بلا شك تطوير مفاهيم العمل المشترك بين دول المجلس والتعامل مع التهديدات المحتملة للمنطقة. ومن ثم عمل برنامج معين للتدريب الأكاديمي تم من خلاله محاضرات قدمها نخبة من القادة لدول مجلس التعاون، تطرقوا خلالها إلى تطوير مفاهيم العمل المشترك وإلى آلية استخدام دروس مستفادة من مثل هذه التمارين. ويهدف التمرين الذي يعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة إلى الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار. لبرنامج يا هلا، محمد المحي، رأس الخير. فاصل ونعود.